ازيكم يا رب الناس كلها تبقى بخير ودايما في احسن صحه واحسن حال. اهلا بيكم في قناه هاني النادي. فكره قناتي اللي انا بقدم مشاريع متوسطه وصغرى وكمان مشاريع من غير فلوس. النهارده جالك بفكره جديده جدا ومشروع كويس جدا وارباحه كويسه جدا، تقدر تحقق بيها دخل كويس ليك وتقدر كمان تشتغل جنب شغلك او شغل اضافي. النهارده هنتكلم على مشروع مربح جدا جدا تقدر تعمله في المنزل او تقدر تعمله في شقه فاضيه او حتى في اوضه عندك. النهارده هنتكلم على الماكينه اللي قدام حضراتكم ديت، ماكينه بمعنى اصح او بالفكرة كلها ان انت هتقدر تعمل مصنع لنفسك بالماكينة ديت وتقدر تسوق شغلك كله بالماكينة ديت. سهل جدا ان انت تنفذ الفكرة بتاعته او تنفذ المشروع دوت. لو انت عايز تسألني في اي حاجة او عايز تسألني في المشروع اكتب لي في كومنتات تحت، ولو انت عايز اي حاجة خاصة بالمشروع سواء ارقام تليفونات الناس او اي حاجة انا هسيبها في صندوق الوصف. فكرة النهاردة ومشروع النهاردة هو تعبئة السكر البودر الخاص بالمطاعم او الفنادق او الكافيهات. بالماكينة قدامك دي تقدر تشتغل وتنتج سكر سواء اكياس صغيرة او تقدر تستخدم بعد كده ان انت تنتج زي النسكافيه او اي حاجه خاصه بالمواد التغليفيه الصغيره. هنتكلم النهارده على نقطه السكر، ازاي تشتغل بالماكينه دي وتنتج سكر ازاي، وازاي تقدر توزعه، وازاي طريقه التشغيل بتاعها وسعر الماكينه وكل التفاصيل دي. نتكلم على اشتراطات المشروع قبل ما نبدا فيها. ان اول حاجه نتكلم فيها المساحه. المساحه بتاعه المشروع عشان تعمله هتبدا معاك من 30 متر 50 متر، يعني انت لو عندك شقه فاضيه زي ما قلت لك في اول الفيديو او اوضه كبيره تقدر تبدا فيها في بيتك او في جراج بيتك. الماكينه مش كبير للدرجه دي، بس انا بقول لك كده علشان خاطر المكان ده مش هتستخدمه بس الماكينه. الماكينه صغيره، لكن احنا نبتدي نعمل مكان للماده الخام وكمان مكان للمنتج النهائي، فمش عايز المكان يبقى معاك زحمه او صغير عليك. فقلت لك من 30 ل 50 متر دوت مناسب لحضرتك. العماله اللي محتاجينها للمشروع واحد او اتنين بالكتير، ودول هيبقى شغالين تحت الماكينه او شغالين عليها كمساعده، لكن الماكينه بتشتغل اوتوماتيك، بتبقى مبرمجه على حسب الكميه اللي تشتغل بيها ونوع المنتج اللي شغاله بيه. تحتاجهم معاك كمان عشان خاطر يجمعوا المنتج في الاخر او يقفلوه ويجمعوه وينزلوه سواء مثلا دي لعربيات التوزيع او للتغليف النهائي. دي في المكان طبعا، ويفضل يخلوه دايما منظم او الباول. طبعا اساسي في كل مشروع بقدمه لك لازم السجل الصناعي والسجل التجاري والبطاقه الضريبيه وكمان الشهاده الصحيه عشان انت كده تشتغل في مواد غذائيه. نصيحه مني بقدمها في كل مره لمشروعي، ما تشتغلش في اي منتج غذائي بدون سجل تجاري وسجل صناعي وكمان البطاقه الصحيه، ويكون المكان بتاعك مهيئ ان هو يخرج منتج صحي او منتج غذائي. اللي يخلي مشروعك يستمر او في الاستمراريه ان انت تبقى عامل المشروع بتاع حضرتك يكون مهيئ ان هو ينتج مواد غذائية او منتج غذائي ومعاك تصريح سواء من وزارة الصحة او ورق صحي. هقول لك على خطة تسويقية تخلي المنتج بتاعك دوت مش يتسحب بس، لا ده يتاخد اقول لك بالخطف زي ما بيقولوا كده بالبلدي من عندك او من المكان بتاع حضرتك. اشتغل في السوق لازم تكون مختلف عن السوق، ما تبقاش مقلد او تكون واخد فكرة حد وشغال بيها، لازم تكون مميز في الشغل بتاعك علشان يجي يشد الزبون لحضرتك او يشد اللي هيشتري منك الحاجة بسرعة. طب ماشي، نتكلم الاول بس على ابعاد الماكينه. ابعاد الماكينه 90 في 100 سم في ارتفاع 2.5 متر. الماكينه متوفر منها الماكينه الايطالي وكمان الماكينه الصيني، وفي كمان منتج منها مصري موجود في الاسواق المحليه. اللي شغاله قدام حضرتك ديت الماكينه الايطالي، الهدف منه كلها ان انت تعرف ازاي بتشتغل وازاي بتنتج المنتج دوت والكفاءه بتاعتها مش اكتر ولا اقل. انا لا اروج لاي سلعه او اي ماكينه. ماكينات متاح منها واحد نزل واثنين نزل وثلاثة نزل واربعة نزل وخمسة نزل. طبعا النزل يعني مكان مخرج الكيس او مكان عدد الاكياس اللي هتشتغل، سواء مثلا ظرف واحد او ظرفين او ثلاثة او اربعة او خمسة، عشان بس المعلومة ديت اللي مش عارف يعني ايه النزل. طبعا يفضل ان انا اقول لك ان انت لو هتشتغل تبدأ بثلاثة نزل او اربعة نزل، دي كويسة جدا عشان خاطر تملاك انتاج كويس جدا. انتاجية للماكينة الاربعة نزل بترمي حوالي 120 كيس في الدقيقة الواحدة. هنخلينا في الافضل الاربعة نزل اللي هتطلع لنا 120 كيس في دقيقة. الماكينة طبعا فيها تانك بيشيل 20 كيلو من المنتج اللي هتحطه سواء الملح او النسكافيه او السكر. الماكينة ديت اللي قدامك زي ما قلت لك في اول الفيديو تقدر تعبي بيها السكر، نسكافيه، ملح، سكر دايت، اي منتج ظرف تقدر تعبيه من الماكينة ديت. الماكينة طبعا قدام حضرتك دي بتتبرمج من 1 جرام لحد 10 جرام تقريبا. السكر اللي بيبقى معبئ للفنادق والكافيهات بيبقى حوالي 5 جرام في الكيس الواحد. حجم الاكياس اللي احنا بنعبي بيها السكر او الملح او النسكافيه بيبقى من 1 سنتي لحد 10 سنتي على حسب الرغبه اللي انت بتبقى مطلوبه فيها للوزن اللي هتعبيه بيها. احنا هنتكلم لتعبئه السكر هيبقى الحجم من 1 سنتي ل 5 سنتي. الماكينه مجرد ما بتعقد عليها بتاخد دوره تدريبيه كامله في التشغيل والصيانه والاعطال وكل حاجه علشان تعرف تتعامل بالماكينه بعد كده.
الماكينة موجودة في مصر في شركة ماستر تيك، ولو انت موجود برا مصر تقدر تطلبها من على موقع علي بابا او علي اكسبريس، وانا هسيب لك اللينك في الاخر تحت الفيديو في صندوق الوصف. سعر الماكينة اللي قدام حضرتك دي الايطالي موجودة في مصر عاملة 160,000 جنيه. دي قلت لك لازم تكون مميز عشان تقدر تسوق المنتج بتاعك كويس جدا ويتسحب معاك. فهنعمل ايه؟ لازم تكون مميز، يعني انت ممكن تغير اول حاجة لون الكيس بتاع حضرتك دوت، يبقى لون مثلا يسحب الزبون او يشد الزبون بدل اللون اللي هو العادي او الطبيعي التقليدي اللي هو الابيض، فدوت كله بيسحب الزبون ويخليه مميز. ممكن كمان تقدر تعمل السكر باسم الكافيه او باسم المطعم او باسم الفندق على حسب الرغبة، وده كله بيضيف لك عمولة او بيضيف لك فلوس مع التعاقد للماكينة بتاعتك. كمان نقدر نلعب في العبوات تحتوي على كام كيس. في عندك ابوات بتحتوي على الطبيعي ان هو الكرتونة الكبيرة بتحتوي على 100 كيس، انت تقدر تقدم مثلا علبة تحتوي مثلا على 10 اكياس، على 20 كيس، على 25 كيس، على 50 كيس، على حسب الرغبة، وده كله بيبقى كويس جدا. وما تخافش مكسبك والربح بتاعك زي ما هو محتفظ بيه، انت بتضيف سعر العبوة او سعر التكلفة ديت على الانتاج بتاعك. طبعا هنبتدي نوزعها زي ما انت قلت لي في اول الفيديو، انا هخلي الناس تخطف منك الشغل ده بتاعك. اول حاجه زي ما قلت لك انت بسهوله جدا تجيب الرولات بتاعه الكيس دوت جاهزه عليها اسم المطعم اللي انت عايز تورد عليه او الكافيه او الفندق او البارتيشنات اللي موجوده في المولات. بسهوله جدا تقدر توزع المنتج بتاعك ده على القهاوي البلدي، على الكافيهات الكبيره، على الفنادق، على الاكشاك اللي بتبتدي تبيع في الجامعات، وعلى المجتمعات العمرانية. تقدر توزع على عربيات النسكافيه وعربيات القهوة اللي بتشتغل في ديليفري على الطرق. الكلام ده كله يفرق معاك جدا وتعمل زبون جدا، والموضوع ده مربح جدا. انا خدت الفكرة ديت من شخص اشتغل بالموضوع دوت وابتدى يشتغل بيها. طب ايه هدفك ان انت تشتغل بالموضوع دوت او ايه الفكرة الموضوع دوت؟ انا جبت لك نوال المشروع، مش نوال صغيرة، لا نوال كبيرة ان انت تشتغل بيها وتعمل ربح كبير جدا بيها. الفكرة ديت قبل لو انت تشتغل بيها او تبدأ فيها، انا جبت لك معظم المعلومات عن الماكينة والتشغيل بتاعها والعمالة والمكان والتراخيص وكل حاجة. بس عشان تبتدي تشتغل في الموضوع دوت ادرسه كويس جدا، وادرس السوق كويس، ولازم كمان تدرس التسويق بتاعك علشان تمشي صح. لازم هتسوق المنتج بتاعك صح. يا رب فعلا اكون الفكره او المشروع اللي انا قدمته لك النهارده قدرت تستفيد بيه حتى لو نسبه بسيطه ونسبه قليله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وكمان لو انت اول مره تخش القناه بتاعتي وتعمل كمان لايك وكومنت وشير للفيديو دوت علشان يفيد غيرك، ولعله ممكن يكون حد مستنيه من بدري عشان يشتغل بيه. واشوفكم في مشروع جديد من قناه هاني النادي للمشاريع وافكار البسيطه. الفيديو الجاي ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.